عاد المتظاهرون في واسط إلى غلق مبنى المحافظة مهددين بالتصعيد بعد انتهاء مهلة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي بإقالة المحافظ ونائبيه. مطالبة بحقوقنا اللي تتعدى أنه أقل خدمة عندنا 9 سنوات إلى 13 سنة وأغلبها بدون أجور وبدون رواتب. ويعني الصراحة شفنا يعني عدم جدية وعدم تعاون من قبل الحكومات المحلية والحكومات المركزية تلبية هذه المطالب. وإذا إحنا باقين معتصمين اعتصامنا مفتوح إذا لم يتم إنصافنا وشمولنا بالتخصيصات المالية للقرار 315. طبعا اليوم خرجت حقوق تنمية الأقاليم في محافظة واسط تظاهرة، وذلك بسبب التسويف الحاصل في قضية التخصيصات المالية وضمن تصويت البرلمان على الموازنة. حاليا اللي اكتشفنا أن هنالك كذبة من البرلمان وتسويف مماطلة بقضية العقود، التخصيصات ما لها أي وجود. والبارحة احنا التقينا بوزير المالية وكان تصريح انه يابا فلوس ماكو، الفقرات موجودة ومصوت عليها بس فلوس ماكو، احنا شنو ذنبنا؟ يعني هل من المعقول برلمان يصوت على تخصيصات بدون فلوس؟ شلون يصير هيجي؟ يعني احنا شنو مصير هاي 2150 عائلة؟ خلي يفكرون بها. احنا اليوم هاي تظاهرتنا قابلة للتصعيد، اليوم تظاهر خروج سلمي قابل للتصعيد. رحيم، نحن تنمية عقود أقاليم واسط، خدمنا في دوائر الدولة أكثر من سنة، تم خداعنا أو تسويف مطالبنا من قبل الحكومة المحلية والبرلمان، في حيث تم اغتصاب حقنا في عدم وجود تخصيص أو تغطية مالية لنا. اليوم خرجنا بمظاهرة سلمية لنوصل مثل ما نقول صوتنا لهذه الثلة التي اغتصبت حقنا. غدا أو بعد غد سوف نقوم بالتصعيد في منها سد الدوائر أو غلق الدوائر أو قطع الطرق.